وعن آخر أخبار الطقس والحالة الجوية من نشرة التاسعة. الأحوال الجوية لدى ليلى عمر، من جديد إليك ليلى. شكرا لكم، ونتابع معكم أهم وآخر أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 11، الإسكندرية 21 10، مطروح 19 11، بورسعيد 21 14، الإسماعيلية 22 11. أما في السويس 21 10، العريش 19 9، طابة 21 9، شرم الشيخ 23 14، الغردقة 24 12. نتحول إلى الأقصر والعظمى فيها 25، الصغرى 7، أسوان 26 9، الوادي الجديد 25 5، شلاتين 26 14، وأخيرا حلايب 23 15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.